السلام عليكم. الخطيرة هدية إلى أخي محمد بمدينة ليت ببريطانيا، كتبتها في 4 جانفي 2005. نقول فيها، قال لك واحد النهار واحد تكا صابره في مكة، قال بالك هذا غير منام راني نشوف فيه، قاعد يصحي في روحه مستحيل، زاد زي روحه مليح تقول حاجة، راه بصح في مكة سبحان الله. قال صاحبي انا ما تمنيت ما نويت، خمم مليح واش هذا، هذه سيرمون دعوة. وكان هو بكري في برشلون ذاك النهار زمان تاع صيف، وتلاقى مع نهار 9 ذو الحجة في البارسا، الدعوة مروبلة ما نحكيش، وقت الفيشتال تاع الكاتالون اللي راحوا يعرفوا 3 ايام و3 ليالي، الناس قاع طايحة ما كانش صاحي غير اللي مهبول ولا عاصي، توريست من كل مكان من العرب والماريكان. ما ننساش رحت بعيد. نكمل هاد القصة، هي مشي قصة، رانا في مكة بصح، نشوف فيكم باينين، قلت لكم ذاك النهار الفيشطا كاتالان الرومبلا اللي يعرفوا باش ما نقولش باع، راقد برا متكي ونشوف كل شي بوجي، صغار كبار نساء رجال اسلام وكفار يرقصوا صنزاري. انا كنت عيان وقعدت نشوف في الارض بارتر، بان لي واحد طويل مطبق روحو يرقص، تقلعت فيه اش كان يدير، خدمت لي وسقسيتو، قلت له اش تاك دير، سقم روحك شويه بركانة من هاد السمير. طرطق عينيه وشاف فيا، قال لي بريد في مدريد تكا في مكة، قلت لكم هذه دعوة محال، هذا بريزاج كيما يقولون، نقول سبحان الله راني بالصح. كيفاش خممت مليح اش كان يدير، كان معوج روحه باش يشوف غير في الارض سيكان ساكودويات ولي بورتفاي، باين كان يخدم على روحه. ما تشوفوش فيا انا خاطيني لاتير، دروك راني كبير وهرن قاع يعرفوني، سقسوا عليا البوليسيه مدانين تاع التيديه، ويعرفوني حتى مسائل كبار من الطريق للمديريه، اسمي في صال دو ترافيك بصح السر يقعد ليا، والامن وكلوني وعاونوني وتهلوا فيا، والكلمه كيما قلنا تقعد منسيه. ودرك تنجمو تقولوا راني بوليس، وبكري الميمه كانت تدعي ليا، الميمه كانت تقول لي في المنام العسكر الجدارمية والبوليس هادوك وليا يبغوني ونبغيهم ونصيبهم في وقت الحية، مالا راني مسافر سون فيزا هذيك هي.